هنتكلم على برج الجوزاء. برج الجوزاء من أجمل الأبراج، هو برج هوائي معروف إن هو منقسم لاتنين، جزء بيكون قدام الناس وجزء تاني بيكون متخفي ورا الستارة اللي بيقدمها قدام الناس. الجزء اللي بيبان قدام الناس إن هو بيضحك، إن هو واضح، إن هو ما فيش حاجة بتزعله، ما فيش حاجة بتأثر فيه. إنما الجزء التاني هو بيخفي مشاعره الغامضة اللي ما بنش قدام اي حد، حتى القريب منه ممكن ما ياخدش باله منها. بيقدر قوي ان هو يقدر بيخبي نفسه من ان هو لو كان زعلان من موقف او حزين من حاجة. برج الجوزاء معروف عنه ان هو عنده روحانيات عالية جدا وفيلسوف لاقصى الدرجات. نقدر نقول ان هو لما بيجي بيتكلم بحكم وبيتكلم بامثال قوية جدا عشان يبقى عنده حجة بيتكلم بيها قدام الناس. بيحب دايما يبان قدام الناس ان هو لا انا حد قوي، انا حد بعرف اتكلم كويس قوي. حتى في المجالس اللي بيكون ما بين ناس قاعدة او كده، مجال الصلح دايما بتلاقي فيها حد يكون برج الجوزاء هو اللي بيعرف يتكلم، بيعرف دايما يكون رائد للصداقة، بيعرف دايما يكون هو بونبوناية الشلة نقدر نقول كده يعني. الجزء الأول من عام 2019 لبرج الجوزاء هو هيلوم نفسه جدا جدا على حاجات فاتت في يمكن السنة اللي فاتت والسنين اللي قبلها. حابب ان هو يقف قدام نفسه ويواجهها ويشوف الغلطات اللي عملها قبل كده عشان ما يعملهاش تاني. هو يعني محتاج ان حد يقول له مالك، محتاج حد يقف جنبه، محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يقول له انت عايز تعمل ايه ونعمله مع بعض. هو محتاج حد يقويه لان هو زي ما نقول كده ان هو انكسر السنة اللي فاتت من شوية مشاكل واجهته جامدة جدا، لكن هو هيقدر ان هو يتخطى كل ده في بداية الجزء الاول من عام 2019. هو الجزء الاول من عام 2019 بالنسبة لبرج الجوزاء بس هو اللي هيكون مش مستقر ليه، لان هو هيكون بيلوم نفسه زي ما قلنا على حاجات فاتت وعلى السنة اللي فاتت. لكن الجزء الثاني من السنة دي هتكون كويسة جدا ليه، وهتديله شعور كويس وتفاؤل وقوة وطموح عالي جدا. أما من الناحية العاطفية يا برج الجوزاء، عندك علاقة جميلة جدا هتدخلها إن شاء الله في عام 2019 من بداية العام. العلاقة دي كويسة جدا ليك وإن شاء الله هتكلل بالنجاح، لكن أنت مشتت ومعندكش ثقة بسبب العلاقة اللي فاتت أو الأمور اللي أنت مريت بيها أو المشاكل اللي أنت مريت بيها ما كانتش كويسة ليك. آخر السنة هيكون عندك الثقة دي، أو الشريك هو اللي هيقدر إن هو يخليك تثق فيه. اما بقى اللي لسه مرتبطش في عام 2019، انت في حب قريب ليك او هيجي لك عن طريق الصدفة، فخلي بالك كويس. كنت عايزة اقول ان برج الجوزاء لما بيحب يا جماعة هو بيحب قوي قوي، من النوع اللي هم ما بيحبش ان هو يغدر باللي قدامه، بيحب يهتم بنفسه جدا. امتى تعرفوا برج الجوزاء ان هو في حالة حب وعايش حياة سعيدة مع اللي بيحبه؟ ان هو لما يهتم بنفسه، يهتم بشكله، بيهتم بمظهره، بيحب يهتم بالخروجات، بيحب ياكل اكتر. نقدر نقول ان هو نفسه بتتفتح على الحياة اكتر يعني. الحاجة الرئيسية اللي بنحب دايما نطلبها من برج الجوزاء ان هو يعني بلاش سوء الظن. عندهم يا جماعة سوء الظن جامد جدا، نقدر نقول ان كل الابراج الهوائية بتكون كده، بس اللي بيبقى اكتر فيها او اللي واخد الجانب ده اكتر هو برج الجوزاء. عنده دايما ان هو يعني لازم يكسر ثقة من الناس اللي قدامه دايما، مفيش عنده حاجة اسمها ثقة 100%. عنده سوء الظن ده حاجة كبيرة جدا، فخلي بالك ان هي ممكن تضيع منك شريكك او تضيع منك حد قريب ليك مثلا او صديق، فخلي بالك من سوء الظن. الحياة كلها ما بتبقاش كده. هنتكلم عن الحالة المادية لبرج الجوزاء في سنة 2019. هو حابب ان هو يكون اكبر قدر من المال، او يكون عنده راتب اكتر او رصيد مالي اكتر، حتى لو ان هو اضطر ان هو يشتغل شغلة تانية اضافية بالنسبة لشغله. هو بالنسبة
بالنسبة له، رغم ان هو حابب ده وان هو بيبص ان هو ازاي يعلي نفسه ماديا، لكن هو اي حد بيحتاجه لاي حاجة بيقف جنبه وبيساعده. المعروف عن برج الجوزاء ان هو برج اجتماعي وبيحب يساعد الناس اللي حواليه، مش اجتماعيا بس، ممكن كمان ماديا لو حد اتزنق في اي حاجة في ماديا يعني، بيقف جنبه وبيساعده. هو هيكون عنده مشكلة مادية في الجزء الثاني من العام، لكن هي هتتحل بسرعة، لان هو سنة 2019 بتديله قوة وعزم شديدة جدا، هتخليه ان هو يتغلب على اي مشكلة ان هو تواجهه وهيقوم منها بسرعة. نقدر نقول ان برج الجوزاء سنة 2019 هي بالنسبة لك سنة الحظ والمال والعاطفة، سنة حظ كويسة جدا ليك، فحاول ان انت تستغلها صح. حاول ان انت ما تفكرش خالص في اللي فات، ابدأ حياة جديدة، فكر في نفسك. انا بتمنى لك جدا جدا التوفيق، وبتمنى لك الحظ الكويس، لان انت برج تستحق الحظ الكويس. لو هنتكلم على الصحة لبرج الجوزاء، فخلي بالك من نفسك، من اللي انت بتشيله جواك وما بتقدرش تحكي بيه لحد، من الاحزان والاوجاع اللي حواليك. انت من النوع اللي بتخبي، وزي ما قلنا ان انت عندك او عندك انفصام او انقسام لجزئين، جزء اللي هو باين قدام الناس والجزء اللي هو مش باين قدام حد. الجزء اللي هو مش باين قدام الناس ده احنا عارفين يعني، او عرف الناس ان هو بيخبي فيه المواجع بتاعته او الحاجات اللي ما بيقولهاش قدام الناس. نقدر نقول ان برج الجوزاء من نوع اللي ممكن تبقى دمعته على خده وهو لوحده مش قدام الناس، لكن قدام الناس بيتبان ان هو بيضحك وان هو بيهزر، ودي مشكلة بتسبب لك اختناق. فما بلاش ان انت تعمل كده في نفسك، لان انت برج جميل جدا، برج اجتماعي، وبرج الناس كلها بتحبه. معروف ان الناس كلها بتحب ان هي تبقى ليها اصدقاء من برج الجوزاء، فعايزاك ان انت لا ما تخليش حد ان هو يعمل فيك كده، لان دي دنيا يعني، مش محتاجة ان حد يزعل منها خالص.